نجوم الليل يا خلاص على المنصة صحة على المنصة يعطيكم الف عافيه يا شباب. الله يبارك فيكم جميعا. نتمنى يكون نهائي يليق بهالسهره الحلوه هي. يعني احلى يوم بايام مباركه، بتمنى من الجميع يلتزم الادب. طبعا كلكم مؤدبين عشان ما حد ياخذ كلامي بالغلط. اول شيء بنترحم على لاعب الحيدريه السابق الكابتن حفني، ونقول الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله وجميع اموات المسلمين. وبنقول للشباب الله يوفقكم، بس اليوم تكون سهره رمضانيه حلوه. يعني عم ندعي لكم انه رب العالمين بس تطلع مباراه حلوه، الله يوفقكم. يعني جعلوها اليوم تكون مباراه حلوه. لا يعني الكابتن معتصم ولا ابو سمره تعبوا كثير وكل القائمين طبعا، بس هالاثنين الله يوفقكم، لا تطلعوا لا تروحوا مجهودهم سدى. وهي الكابتن ابو امين كبيرنا و يعطيك العافية الفريقين، كلكم محترمين مؤدبين، تابعنا الدورة من بابا لمحرابة من أول مباراة حتى وصلنا على النهائية. بتمنى من كل لاعب بده يلعب يمتع حاله أول شيء الجمهور يتمتع فيه. وقت اللاعب بيلعب وعم يمتع حاله بأخلاقه بعود الجمهور كله بتمتع، واللي بده إياه منكم الجمهور البارك كله عم بتمتع بالدورة هاي دورة الشهداء الله يرحمهم. اقسم بالله احلى من الدوري السوري اللي عم بيلعب النظام. فخلوكم بنفس الطريقه هاي وتكمل النهائي بعدهم، ويعطيكم العافيه الفريق. يلا يا شباب سلموا على بعض. وقف حيدريه على طرف. امالك امالك طه بس امالك طه. يلا شباب يلا تفضل طه تفضل ابوي تفضل. يلا بالتوفيق الفريق يا شباب. لا خليتي واحد.
Hop,
Yeah.
Meyyar, ben barbar gireyim ha. Tamam mı? Ben barbar gireyim ya, nereden? Sen oradan al. يلا
ايدك ابو محمود. حمودي I don't know.
شباب. طيب طيب ماشي ورا تك تك Daha üç kamera daha olsa daha güzeldi. يا حرف يلا ابو محمود يلا يلا ابو محمود